شوبينج صار أهين على ام تي في ضمن برنامجنا شوبينج باي بست سيلر. عم نطلع عليكم يوميا لنعرفكم على اصناف متنوعه ومميزه، وهيك بصير فيكم تعملوا شوبينج بطريقه كتير سهله وواضحه وباسعار كتير مقبوله. انتم مرتاحين ما لكم الا تختاروا وتتصلوا فينا على بست سيلر على 01 44 55 55، وبيوصل الغرض لعندكم من دون اي كلفه توصيل اضافيه. صرنا بعصر الشباب تهتم بأناقتها ونظافتها مثلهم مثل البنات، من هيك صار في مكانات متطورة تساعد على هالشي. جرومر برو سعرها 30 دولار هي مكانة حلاقة بتشتغل على البطاريات، شغلتها تشيل الشعر من دون أي وجع أو علامات على الجسم. هالمكنة مالتيبل يوز لأن فينا نستعملها لكذا منطقة بالجسم، يلي هن الدقن، الشوارب والسوارف، وما بتسبب ولا جرح لأنه شفرتها ستينلس ستيل. مش بس هيك، حتى فيكن تستعملوها لإزالة الشعر من الدينان، من المنخار أو الجسم مثل الإيدين أو أي مكان آخر. جرومر برو بتوفر عليكن وقت وفيكن تستعملوها أنتو ببيتكن بلا ما تقصدوا حلاق تبعكن. ب 30 دولار بس توصل لعندكن فري دليفري وين ما كنتوا بلبنان. بدكن بس تتصلوا على بست سيلر على 01 44 55 55. إذا كان الإزاز موسخ من برا ومش قادرين تنظفوه، أوقات منضطر نطلع على سلم عالي أو نمشي على السطح. الحل هو تشيلو برو الأصلية يلي بتنظف من جوا ومن برا بنفس الوقت. تشيلو برو الأصلية مزودة بمغناطيس كتير قوي يلي بنظف لنا الإزاز قد ما يكون كبير بثواني قليلة من جوا ومن برا بنفس الوقت. الممسحة ميكروفيبر كفيلة بإزالة كل الأوساخ الموجودة بتمسيحها بطريقة سهلة وفعالة. تشيلو برو الأصلية في منها للإزاز العادي ب 34 دولار وللدوبل فيتراج ب 60 دولار، والأهم إنه مكفولة لسنتين. تصلوا على بست سيلر على 01 44 55 55، وبتوصل لعندكم وين ما كنتوا بلبنان من دون أي كلفة إضافية. مين منا ما بيعاني من أوجاع الظهر والرقبة إن كان بعدتنا الغلط بالمكتب أو إذا بحكم شغلنا عن نسواق لوقت طويل أو بأي عمل متعب بنعمله بحياتنا اليومية؟ رويال بوشتر المشد بينلبس على الظهر لتجليس العمود الفقري وانحناء الظهر، مش مثل غيره من المشدات، مصمم بطريقة كتير مريحة لحتى ما يزعج بالتنفس، وحتى فيكن تلبسوه تحت التياب لأنه منه سميك وما ببين. ولكل شخص عنده ديسك أو تكلس ما له غنى عن رويال بوشتر. بسعر 26 دولار بس واصل لعندكم من دون أي كلفة إضافية، وهو كفيل للتخلص من أوجاع الظهر والرقبة. ما لكم إلا تتصلوا ببست سيلر على 01 44 55 55، وبيوصل لعندكم وين ما كنتوا بلبنان فري دليفري. تنشير الغسيل مشكلة، أغلب الأوقات ما منغسل لأنه ما في محل تنشر، أوقات منضطر نحط منشرين وثلاثة على البلكون وبياخدوا كل المحل. مع هالمنشر بتنحل المشكلة كلها لأنه منشر بثلاث طوابق، 3 لايرز الأصلي، فينا ننشر عليه شو ما بدنا من أشياء كبيرة أو صغيرة. هالمنشر مزود بدواليب تنزيحه ونحطه محل ما بدنا، بمساحة كتير صغيرة صار فينا ننشر تياب كتير وصار فينا نغسل كمية التياب يلي بدنا إياها بلا ما نعطل أي هم. هالمنشر الثلاث طوابق فيكم تحصلوا عليه ب 60 دولار بس وين ما كنتوا بلبنان من دون أي كلفة إضافية. ما لكم إلا تتصلوا ببست سيلر على 01 44 55 55. سبراي انستي هي لكل شخص عنده جازون بالجنينة أو للأوتيلات للمسابح والنوادي، وليلي بيصير في عندهم تشوه بأماكن محددة بالبلوز، يا بسبب المرور الكثيف والمتكرر على العشب أو بعض الحيوانات الأليفة يلي بتتلف الجازون أو أوقات المناطق يلي ما بيجيها شمس أبداً. مع سبراي انستي ما قلنا إلا نحط البذور والمثبت بهالمستوعب ونرش المساحة يلي بدنا إياها، وما بنعطى الهم أبداً تموت البذرة أو يجوا الطيور وياكلوهم لأنه بيلزقوا بالأرض وبعد أسبوع ببلش ينبت الجازون. سبراي انستي مكفولة وبتحصلوا عليها ب 30 دولار بس، ما لكم إلا تتصلوا ببست سيلر على 01 44 55 55، وبتوصل لعندكم وين ما كنتوا بلبنان فري دليفري. شو اورجانايزر هالشبه الخزانه يلي بتنظم وبترتب الشوز. شو اورجانايزر مصنوعه من الكرتون السميك والمقوى، يعني ما بتنخزق وبنفس الوقت منها ثقيله بالحمل. شو اورجانايزر بتساعد 12 جوز احذيه
مقسمة مثل ما شايفين لكازيات مرتبة وإلها غطا شفاف فينا نشوف من خلاله، وهيك بتسهل علينا إنه نختار الشوز يلي بدنا. قياسها مناسب كتير 55 ب60 سنتيمتر وارتفاعها 11 سنتيمتر، يعني فينا نحطها تحت التخت أو بأرض الخزانة، وفينا حتى نوقفها ونتركها ظاهرة برات الخزانة لأنه حجمها براكتيكال ومرتب، ولأنه حجمها مثل ما قلت براكتيكال فيكن تحطوا 2 أو 3 شو أورجانيزر حد بعضهم. ب$26 بتحصلوا عليها، والعرض هلأ كل ما تشتروا 2 شو أورجانيزر بتحصلوا على التالتة مجاناً. تصلوا على بستسلر على 01-44-55-55 وبتوصل لعندكم وين ما كنتوا بلبنان بلا كلفة إضافية. لكل يلي عندهم حيوانات أليفة بالبيت وبحبوا يهتموا فيهم بننصحهم بالبت جرومينج جلوف. هالكف بينظف الحيوان الأليف وبيعمل له مساج وبمشط له وبره وبشيل له كل الشعر الزايد يلي عنده إياه. هالكف الخفيف مزود من تاني ميلة بقماشة بتشيل كل الشعر والوبر يلي بيكون هارل على الفوتاي أو على التخت. بات جرومينج جلوف صغير ومفعوله كبير فيكن تحصلوا عليه الواحد ب$18 والاثنين ب$28 بس وين ما كنتوا بلبنان من دون أي كلفة إضافية. تصلوا على بس سلر على 01-44-55-55. كنا منضل عم نركض ورا الوقت، وكل ما سرعنا طريقة شغلنا كل ما استفدنا من وقتنا. فيجي ميكسر منقرة على الكهرباء سعرها $30، بتنقر الكوسة، الباذنجان، البطاطا، البندورة وكل أنواع الخضرة والفواكه اللي بتخطر عبالكن. فيها زر كرمال تخفيف وتسريع عملية النقر. مش بس بنستعملها للنقر، بيجي معها كمان راس تاني هو عبارة عن ميكسر أو خلاط، فينا نستعمله للجاتو، للكاسترد، للصوص بلانش، للأومليت، وللمغلي، ولكتير أشياء بدها خفق وتحريك. ب$30 فيكن تحصلوا على فيجي ميكسر، بدكم بس تتصلوا على بس سلر على 01-44-55-55 وبتوصل لعندكم وين ما كنتوا بلبنان من دون أي كلفة إضافية. هول كانوا الايتمز، إن شاء الله يكونوا عجبوكم. ما تنسوا فيكم تتصلوا ببس سلر على 01-44-55-55 حتى بعد الحلقة. تابعونا دايماً على MTV.